الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أعزائي الطلاب، أعزائي المستمعين في كل مكان، ونحن نعرض معا شرائح هذا المقرر الدراسي، المذاهب الفكرية المعاصرة. وقفنا في وحدته الأولى على التعريف بالمذاهب الفكرية وأسباب نشأتها وانتقالها إلى العالم وآثارها. ثم في هذه الوحدة نقف على المقصود بالمذاهب المادية، ذلك أن المذاهب المادية كانت أيضا إحدى قنوات الغزو الثقافي، بل إن شئت فقل هي منصة أساسية للصراع مع العالم الإسلامي من حيث الفكر والمتمذهب. من هنا نقف في هذه الوحدة على عدة عناصر، وهذه العناصر في الدروس التالية. الدرس الأول سنقف فيه على مفهوم الفلسفة المادية وأسسها، وذلك في النقاط التالية. النقطة الأولى، المقصود بالمذاهب المادية وفلسفتها. النقطة الثانية، إجمال الأسس التي يقوم عليها الفكر المادي، وأيضا شرح هذه الأسس المادية وبيانها. أما عن المقصود بالفكر المادي وفلسفة التي يقوم عليها، فإننا لا شك أن الإنسان يتميز عن غيره من سائر المخلوقات بأنه حيوان مفكر، وما دام حيوانا مفكرا فإنه عاقل، وهو الأمر الذي هيئ للعقل البشري أن يبحث في وجوده وماهيته والغاية من هذا الوجود. ومن الذي أوجده؟ أفكار تتفاعل في عقلية وذهنية الإنسان. ومن هنا ظهرت المادية في الفلسفة الغربية كنظرية تقوم على أن كل الموجودات هي نتاج للمادة، المادة هي التي أوجدت كل شيء، هذا ما يدعون. فالماديون يرفضون موضوع الميتافيزيق، يعني يرفضون الغيب تماما ويرفضون ما وراء الطبيعة. نعلم أعزائي الطلاب أن ما في الكون في الفلسفة الغربية إنما هو أمران، الميتافيزيقة والفيزيقة. الميتافيزيقة أي ما وراء الطبيعة، والفيزيقة أي الأمور المادية. فالفكر المادي يعمل في الفيزيقة، وهذه هي لب بحثه ودراسته. فمن هنا يرفضون وجود الله تبارك وتعالى، ويرفضون كل شيء يستند إلى الوجود، أو يسندون الوجود إلى المادة لا إلى الله الواحد القهار. كذلك الفكر المادي إذن هو المنسوب إلى المادة، وهي كل ما هو محسوس من هذا العالم، كما يراد بهذا الفكر ما يقابل عالم الغيب. والمحسوس عند الماديين هو كل ما يدرك ماديا، سواء بالحواس العادية أو بالآلات المساعدة. وقد تقدم فيها الإنسان المعاصر تقدما مذهلا، وأيضا يقوم على إدراك هذا المحسوس. فالإنسان والحيوان والنبات والجماد، كل هذه العناصر إنما هي في نطاق ما يسمى بالمادة، وينسب إليه المذهب المادي. إذن المذهب المادي هو الذي يقوم على العناية بالمادة والاعتراف بها دون ما سواها، ومن هنا ينكرون الغيب تماما وينكرون وجود الله، وعلى ذلك قامت الأسس المادية. فما الأسس إذن؟ إن الفكر المادي يقوم على أسس عدة، هذه الأسس تقوم على 10. منها يقولون لا موجود سوى المادة، هذا هو الأساس الأول. الأساس الثاني يقولون إن المادة أزلية، بمعنى أنها قديمة ليست حادثة. وكذلك يقوم المذهب المادي على أن كل ما في الوجود من أشياء تكونت عن طريق الصدفة، يقولون ليس هناك ترتيب وليس هناك تنظيم، وإنما قام الكون كله على الصدفة. أيضا من الأسس إنكار الإله والملائكة والجن. نعم، ما دامت هذه الأشياء غيبية أي ميتافيزيقة، وقد سبق أن قلنا إنهم لا يؤمنون إلا لا يؤمنون إلا بالفيزيقة أي الأمور المادية، بالطبع ينكر الماديون الله والملائكة والجن. كذلك من الأسس التي يقوم عليها الفكر المادي إنكار اليوم الآخر. نعم، إنما هو متابع تماما لما مضى، فينكرون ما فيه من بعث ونشور وحساب. من الأسس كذلك
أن المادة هي المكون لطبائع الأشياء ولا سواها، فيعتقدون أن المادة هي التي تقوم وراء التنظيم والإحكام والدقة، وهي المكونة لخصائص الأشياء، وليس هناك رب والعياذ بالله. كذلك من الأسس التي يقوم عليها الفكر المادي أن كل ما نسميه عقلا أو نفسا أو روحا أو فكرا إنما هو شكل من أشكال المادة. وكذلك تقوم أفكار الفلسفة المادية على أن تشكيلات المادة وحركاتها خاضعة لقوانين طبيعية لا تختلف. كذلك من أسباب أو من أسس الفكر المادي أنهم يقولون إن المادية مذهب عقلي وليس مذهبا ربانيا يقوم على الوحي. أخيرا من أهم الأسس التي يعتمد عليها الفكر المادي يقولون إن الإنسان سيد نفسه ومالك ضميره، إن الإنسان سيد نفسه ومالك ضميره، وهو وحده المسؤول عن أن يشرع لنفسه في كل شؤون الحياة. عزيزي الطالب، أخي المستمع، لعلك من خلال هذه الأسس تستطيع أن تنفر ذاتك وفكرك وعقلك من هذه الأسس التي يقوم عليها الفكر المادي، ومن هنا يتطلب الأمر دراسة هذه الأسس ومناقشتها، وهو ما ستحمله الشرائح التالية.